الساعه ماشي لنا حتى تاثيرات. دائما اللي بغيتي تشوف التاثيرات راه بحال العيد, خصك تسنى واحد 10 ايام 15 يوم 3 السيمانات باش يبان لك حنا الحمد لله شتو بانه رغم التنقلات في العيد ديال الفطر فما كان حتى شي تاثير. وهذا الشيء علاش تنعاودوا ناكدوا على الناس ونطلبوا منهم انهم يحترموا باش ما تكونش عندنا شي انتكاسه وبائيه. وكذلك راه طلبنا باش الناس اللي كاينين في السياحه واللي كاينين في النقل وفي المطاعم وفي المقاهي باش هاد الناس هادو يمكن يتلقحوا باش هما ما يعاديوش الناس اللي غادي يكونوا معاهم في اتصال بحكم العمل ديالهم. والناس كذلك اللي في المطارات, الناس اللي في الميناء, كل هاد الناس انهم غادي راه ولاو من الناس ديال الصفوف الاماميه. اذا هادو تدابير تتقوم بهم الدوله ديالنا على احسن ما يرام, مشاركه ديال كاع المكونات ديال الدوله, وزاره الصحه بكل القطاعات, القطاع العام, القطاع الخاص, القطاع الجامعي, القطاع العسكري, كذلك وزاره الداخليه, الامن, الدرك, القوات المساعده, القوات المسلحه. اذا كل شيء تضافر الجهود هي اللي جعلتنا اننا نوصلوا لهذه النتيجه, واننا لحد الساعه نخرجوا باقل الاضرار, ونتمناو اننا غادي نبقاو على هكذا حتى نوصلوا لبر الامان. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد, وزياره موقعنا www.masinktv.ma.